التجربة طبعا مختلفة، يعني لما بتلاقي يعني ممكن حد يكون سنه صغير بس بيلاقي اللي حواليه كبار فبيحس شوية بطمأنينة، لكن لما تبقى التجربة كلها شباب كلهم عندهم تحت ال 35 سنة بتحس ان انت في الاخر يعني مع زمايلك، فبتعتمد على نفسك اكتر واكتر، فالتجربة شاقة بس التجربة جميلة جدا.